سلم محافظ شمال سيناء خالد مجاور الأنوال للسيدات المتدربات على صناعة الكليم بمدينة نخل بوسط سيناء. وأكد المحافظ أنه تم تدريب السيدات على صناعة الكليم بالتعاون بين مجلس مدينة نخل وجمعية تنمية المجتمع بقرية الجورة. وأكد المحافظ على أن فكرة المشروع تعتمد على إطلاق تجمع اقتصادي للسيدات بمركز نخل بوسط سيناء توفر التمكين الاقتصادي للسيدات، فضلا عن تأهيل الفتيات لسوق العمل وتوفير فرص عمل في مجال الكليم والتسويق، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.